انتي سنة 2008 وبعد قصر على العيلة والأصدقاء تزوجتي من طبيب الأسنان المعروف الدكتور فادي الهاشم. كيف بلش الغرام انت وحكيم السنان؟ بدرس العقل. مش معقول. بس ليه درس العقل؟ خذ نفس خذ نفس. الغرام ميشيل ما دخلوا كثير بالعقل. كيف ما خصوا بالعقل درس العقل؟ الغرام دخلوا بالقلب. ايه وين واصل درس العقل؟ على القلب. دغري القلب درس العقل الراس. شو بك كمان بضلني اعلمكم شو قال؟ كيف بلش الغرام؟ باسيونت عنده كنت يعني رحت اظبط اسناني. صرنا اصحاب. صرنا نحكي بعضنا يعني بقينا سنين اصحاب. جاست فريندز يعني رفقة. نعيد بعضنا على الاعياد على المناسبات. نعم. لحتى بعدين تطورت يعني علاقتنا يعني شي سنتين. لا خلص اسنانك كلهم. ما بدك تخلص الشغل بالحب كان. لا لا. ايه بدها تخلص تخلص من الاسنان نرجع نبلش غراميات بعدين. ما في مع الخير بر وحب وغرام ما في. ايه بعد هالسنتين بعد سنتين تطورت علاقتنا شوي شوي. صار في تليفونات اكثر في زيارات اكثر. فجاه ما بعرف شو صار بسناني تخربطوا فجاه. صرت يلمعوا عليك اكثر من العاده. صرت لعنده صار يشتغل على مهله كثير حتى يعطيني كثير رندفو يعني. لحتى اجي كثير لعنده وهيك وتجوزنا مشان. طيب اول مره خلي كل هالصوص وتجوزك. هلا عرفنا هيدا عرفنا كيف صار الاوردر كرونولوجيك للقصه. اول مره هيك قال لك شيء اعترف لك بشيء؟ وين كانت؟ بالكلينيك برات الكلينيك؟ بالكلينيك بالكلينيك. شو قال لك؟ قال لي انت بيبي انت بيبي كيف بدي احبك انا بيبي. ايه شو قلتي له انت؟ انت دبدوب. بس انا بيعرف انا بيعرف دكتور فادي ما له دبدوب ابدا. دكتور فادي كمان يعني شاب جقل كثير شيخ الشباب يعني مثل ما بتقول. لا مره قلت له يا جقل ما يهزك ريح عن جد ابو ضاي. شو قلتي له انت؟ طنشتي ولا عملتي حالك فاهمين ولا طنشتي؟ مرة وقتها يعني وقتها هيك صارت تتطور علاقتنا شوي انا وفيلي من عنده. انه جيت بدي حاسب فقالت لي سكرتير لا قالت لي لا خلص روحي. بعدين قلت له لا ما بيصير وانه كيف اجى قال لي لا خلص. بعدين انت مثل اختي الصغيره. هو قال لي مثل اختي الصغيره. غطى قلبك رجع صلي كله. انا قلت انا لا خلص كنا عم نمزح يعني. كيف بدي احبك ولا بعد كيف بدي احبك؟ بعد كيف بدي احبك؟ بعد كيف بدي احبك؟ ايه يعني اعطاك ميساج كونتراديكتوار اون اند اوف يعني. كنا اوقات نمرق مثلا يقول لي شيء اوقات ما نقول لبعض اوقات انا قلت شو بشي اوقات ما اجى غير هيك يعني بتصير يعني مثل كل اثنين يعني هيك ببلشوا اوقات شدوا وبيرخوا. مزبوط. وهيك بلشت القصص. طيب واول مره عزمك على العشاء؟ اول مره ما رحنا على العشاء رحنا على الاتي في. هو عنده هوبي بحب يسوق اتي في. فاول مره كانت على الاتي في بالوادي. كان كثير حلو نهار وعلمني سوق اتي في وقتها طيب هلا بعدنا نعرف بعده الدكتور عم بيسرب مؤخر على البيت حطوا له جلد مش بيسرب بقى. بطل عم يشتغل مؤخر. كان يتاخر بشغله قبل كان يجي على البيت الساعه 9 ونص 10 بس هلا لما صار في ميلا والا صاروا بيعيطوا له تاع الساعه 6 على البيت. الله يخليهم. ميلا اللي عمرها سنتين واربع اشهر وخلقت يوم عيد ميلادك ب 16 ايار وقال لها خمس اشهر وعمتيها الاحد الماضي عمادي مباركه. رح نشوف صورهم هون عندنا على الكاميرا. بسم الله. بموزيل ميلا اللي هي كثير قريبه من الناس حتى فيها تبني صداقات مع ضيوفكم الكبار وبتعرف كيف تستقبلهم كمان وتهتم فيهم وبترقص مثل مامي بشيخ الشباب. انا شفتها شخصيا هون عم ترقص وقال لها اللي حبيبي
اللي تعمدت الجمعة الماضية ولبس كتير حلو هون. الله يخلي لك اياه هون. بكي؟ ابدا. لا بكي الخوري. جربنا الحركة فيها تبكي بس ما بكي. نانسي لازم تبكي بالمبدأ؟ لازم تبكي بس ما بكيت. يعني الحركش فيها حتى تبكي. ايه لازم يقول لازم يبكي البيبي. بيقولوا انه الميرون لازم. لا ما بقى هيدي تقليد ما مش ضروري. هلا بكي الخوري بكفي. نحن رح نبكي هلا بعد شوي. ايه انا بلشت دم عيوني. لكن هنيه كثير يعني الا مثل اختها حتى بالعماده ما بكيت. ان شاء الله ما بحيطها بتبكي بضلها مبسوطه وبضلوا مبسوطين بوجودك انت وبيون. صحيح انه دكتور فادي كثير انبسط بس عرف انه معك بنت ثانيه. مزبوط بحب البنات كثير. وبده اخد ولا كلمه مشان. لا لا انا ما حكيت بس عرفت انه عم عرفت شو بدك تحكي. طيب الوقت برافو نانسي. هلا ناويين تلتو بس اكيد مش هلا هلا يعني بس لتكون ارتحتي شوي. انه اكيد ما رح نتاخر كثير يعني نحب اذا خلصت الحلقه بكير رابع عن بعض. لا بس بنحب انه يكون ما في كثير فرق بالعمر بين اولادنا يعني. دكتور فادي بحب البنات كثير وانت؟ انا بحب الاثنين. هلا اكيد انا ما زعلت لما عرفت انه معي بنت ثانيه خاصه انه ما يعني عارفين انه كان بدنا اكثر من ولدين. فبس اكيد انه كنت بتمنى انه وبتمنى بعد هلا انه يكون عندي بنات وصبيان اكيد يعني بحب التنويع. انت قلت بمقابله انه كل شيء عم تطلع عليك انت ودكتور فادي بدك تجاوبي عليها بولد. رح تفتحوا مدرسه. لا لانه انا رح تفتحوا مدرسه على هالمحطه. انا وقسمت بقلا طلع خبري انه طلقنا. فقلت له انه الجواب انه انا حبله يعني. ايه هذا الجواب. نانسي كم ولد يعني هيك عاملين تصور بدكم؟ هلا بنحس انه ثلاثة انه فير يمكن ما بعرف. اربع سيشوار بس. خمسة شو؟ خمسة مشير هذا البيجودية تبع ال معه خبرهم كلهم عامل بيجودية. كنت اشتغل كوافير سوري. باردون؟ كنت اشتغل كوافير. لا جارنا كنت ضلني قاعد عنده. انت عملتي على كل حال غنيتين، غنيه لميلا وغنيه لالا، بس الا عم تتوجه فيها لاختها ميلا كمان. مزبوط. بس انا عم بسمع البوم الاطفال هلا على سيره لانه البنات وفادي و... انا عم بسمع لالبوم الاطفال لانه عم حضره يعني ما رح ينزل بوقت قريب كتير بس يعني هلأ تقريباً. لشهرين تقريبا لشهرين شهرين. سمعوني أغنية هي من كلمات دكتور نبيل خلف وألحان وليد سعد اسمها يا بنات. يا بنات يا بنات يا بنات يلي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلوية حلوة الأيام فعنية علشان خلفت بنية ولا شفت الأرض تهدت ولا مليت الحيط علي سقف ورقصوا يا أولاد. حلوة كثير 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 حلوة وكلماتها هيك ناعمين كثير والحلويات وكلها حلويات. في احلى من البنات؟ في احلى من البنات والحلويات وغزل البنات وزنود الستات. في عنده مواهب شعريه ليش ما بتكتب لها غنيه؟ شعريه؟ لا مش شعريه شعيري مع الرز بحطوها. مش معقول يعني عن جد كيف عم يطلعوا معك هالقصص؟ تحت باطني. مين شفط هون؟ ميشيل متحكم بالكل هون.
يعني بننتبه للموسيقى وللإضاءة وللاي سي ولكل شيء. والمقبح وبغطي على الجمهور على رأيي زيادة. اليوم شو أول غنية رح تعمليها فيديو كليب؟ رح صور أغنية إمتى حشوفك، هي اللي رح نصورها هلا، لأنه كان في اثنين محتارين بيناتهم. كمان هالأغنية من كلمات دكتور نبيل خلف وألحان وليد سعد. وعرفنا أنك رح تصوريها كمان مع المخرجة ليلى كنعان. ليلى كنعان. نانسي بعد أسبوع رح تقدمي حفل بتركيا، وأنا بدي أقول لك أنه كنت مسافرة والتقينا بكوبل تركي، فعم نجرب نتساير مع بعضنا، هن ما كثير بيعرفوا يحكوا ولا انجلي ولا فرنسي، وانا بدي سايرهم يعني بشيء عم نسايرهم، فانا قال لهم كيفان شتاتلي توك، هن قالوا لي نانسي عجرم. بس الفرق انه كيفان انه ما له كثير بلكي جميله، لانه دبلجت مسلسلاته وقدر يوصلنا. كيف قدرت نانسي توصل للاتراك نانسي عجرم بدون دبلجه؟ دبلجتهم تركي. الموسيقى ما لها هويه يعني الشيء، بس انت عم تغني يعني في كلمه يعني ايه، ما انا بسمع كثير اغاني هنديه ما بفهمها، بس كثير بحب اسمعها، موسيقتها وستيلها كثير بتشدني يعني بتخليني اسمعها. موسيقى حلوه مثل ما نحن كمان بنسمع اوقات تركي. تطلس شو اسمه ابراهيم؟ تطلس صوته فظيع، ما بنفهم عليه بس صوته وادائه شيء جيد جدا. مزبوط. من هيك نانسي برمضان ما صار لك تتابعي مسلسل الشحرورة، بس بالرغم من شفتي شوي منه اكيد يعني. بالرغم من مواهبك التمثيليه اللي ظاهره جدا، يعني انا دائما حتى بالجلسات الخاصه بقول لك مش معقول شو بتعرفي تأدي وتمثلي، اللي ظاهره بالفيديو كليبس، بتقولي لو انعرض عليك هيدا الدور ما كنت اخذتيه، ليه؟ مش لانه هيدا الدور بالذات يعني صباح أسطورة ومنحبها كلنا أكيد، هي حبيبة القلوب، بس أنا عرض علي كتير مسلسلات وكتير أفلام سينمائية أكيد بتخيل. بس بحس أنه أنا مغنية ماني ممثلة، يعني بحب مثل بس بكليباتي لحتى أدي الدور لحتى أكون عم صور أغنية، بس ماني ممثلة. وعطول هيك يعني فادي دايما بيقلي مثل بيقلي specialize or die، بلاقي معه حق، يعني اذا بدي اعمل كثير اشياء بضيع، يعني بفضل انه ضلني او ما تعمل شيء ثاني. صح، فبفضل انه ضلني بالمجال اللي انا فيه، بحس حالي ببرع اكثر. نعم. نانسي بعد 7 ألبومات حوالي 100 غنية وحفلات ومهرجانات عالمية وجوائز كبيرة مثل World Music Award، واليوم انت سفيرة لليونيسف، شو اللي بيقلق نانسي عجرم بالحياة؟ القهوة. والله إذا عشية شربت فنجان كمان بتقلي كل الليل أنا مبني كل شيء. أنا بطبعي أصلاً كتير بفكر دايماً ببعدين، يعني بفكر بالمستقبل وبخاف شوية منه، يعني كل دقيقة بفكر بدقيقة اللي بعدها، كل يوم بفكر باليوم اللي بعده، في كتير أشياء بخلوني أقلق، كل شيء مجهول ما بعرفه، إلي قطع بس كل شيء مجهول ما بعرفه بخليني افكر كثير، يعني ببعدين افكر يمكن بالمستقبل، افكر ببلدنا، افكر باولادي، افكر بمستقبل الفن، يمكن في كثير اشياء افكر فيها انه وين راح نوصل، شو راح يصير. بتشتغلي على حالك اكثر انك تعيشي اللحظه حتى ما حتى يعني تخفف هالقلق، ولا بتجربي انك تعيشي اللحظه اكثر يعني ما تفكري ببعدين؟ هلا بجرب اكيد، بس ما بقدر مش بايدي، واكثر عامل ما فيك تسيطري عليه هو الوقت، يعني اكثر شيء بحياتك ما فيك تسيطري عليه هو الوقت، والوقت كثير سريع والحياه اصلا قصيره، فمشان هيك ما بلحق انه اشتغل على حالي حتى اعيش يعني اعيش اللحظه، بس ما بيمنع انه انا وعم اعيش اللحظه عم فكر باللحظه اللي بعدها. ان شاء الله كل اللحظات بتكون احلى من بعضها، انها بتكون دائما خطوات للقدام، وبالسلامه والسعاده لك ولعائلتك ولكل اللي بتحبيهم. نانسي عجرم، ما عندك ثقه بالمستقبل ودائما عندك خوف، مشان هيك رح نعمل لك انترفيو نانسي عجرم وانترفيو ثقه. We'll be right back.
لا بس قد ما الديكور صار جاي وفرح ما بقى حتى بس نخفف الضوء بضلوا بيضوي الفلويو بكفي تكوني انت يعني ميرسي مش انت بكفي عيونك وعيونها موجودين بهالدنيا بس ما بدنا شيء بقى يا عمي بعدين باللينات بشوفهم اكبر بشوفهم اكبر بشوف كل شيء كبير باللينات انا بشوف لا انا انا باللينات اللي من لون شعراتك اللينات اللي من لون شعراتي شوف شوف العيون اكبر العيون اكبر كمان اطرش نعم كمان بدك سمايا نانسي باي شخص عندك اكثر شيء ثقه جيجي ميرسي لا لا انا عم بعطي رايي انا رايي انه يعني كشخص بيرسونال ما يعني انه بالمجالات كلها ولا بكل المجالات بشكل عام يعني بشكل عام بفادي بمين عندك ثقه اكثر بالرجل او بالمراه وبحالي كمان اكيد بمين عندك ثقه اكثر اجمالا بالرجل او بالمراه جيجي طنجي طنجي بالمرأة أكيد لأنه أنا مرأة شي مرة فقدت ثقتك بحالك؟ بحالي؟ لا وإن شاء الله ما تصير معي أكيد ولا لا هيك ومضة ولا للحظات لا فقدت ثقتي بحالي لا أكيد لا إن شاء الله ما بتصير مثل ما قلتي شي مرة فقدت ثقتك بصديق أو صديقة؟ أكيد شي مرة فقدت ثقتك بصوتك؟ بصوتي؟ أنا ومش مقربة لا اليوم مقربة اليوم مقربة على حظنا عندك ثقة بالوسط الفني؟ نص نص في ناس منيح يعني أكيد كيف فينا نكسب ثقتك؟ جيجي وينك يا جيجي بدك تخلصني من جيجي مرة جيجي 10 أسئلة ما ذكرت جيجي انا لو ما مش موجود طب ما هو ما في شيء بيتذكر جيجي هون اذا عم بقول لك كيف فينا نكسب ثقتك سوري الا انه عم بشتت لي افكاري ميشيل شو كان اخر سؤال كيف فينا نكسب ثقتك بمحبتكم اوه عندك اياها لكن باللوك الجديد على الموسم الجديد نعيما نعيما شو مكتوب على كارتك نانسي ضعي امام الكاميرا اخر اس ام اس كتبته الى زوجك كتبته الى الى زوجك بدنا التليفون هلا فيك تحاول تتذكر جيجي هلا في جيجي هلا في فيني انا اشوف اول شيء لحالي وارجع افرجيكم طيب اوكي اخر واحد قلت له ولا تحت البامي ما بتمحي نانسي لا عن جد جرصة لا قلت له ولع تحت البامي يا ريت خلينا نشوفه لايف وانت عم تقولي لنا شو فيه على البي بي ام ولا على ال بي بي ام حياة قلبي بليز دونت فورجيت لي كوش بور الا العيادة عم بينزل يجيبهم من تحت العيادة لا مش ينزل يشتري يحفظهم يا محلى البامي ما قلت لك يا محلى البامي